أهلا بكم إلى هذه الجولة الجديدة في صفحاتكم، ونرصد فيها ثلاثة مواضيع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، وهي مجزرة الأتارب والمواقف من الدول الضامنة، زيارة البطريرك الراعي إلى السعودية، وصدمة خروج المنتخب الإيطالي من تصفيات كأس العالم. وفي موضوعنا الأول، تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل واسع مع مجزرة الأتارب التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف سوق شعبي مزدحم، وصب معظم المعلقين غضبهم على الدول الضامنة لاتفاقيات وقف التصعيد. ومن هذه التعليقات، أسامة آغي علق على هذا الموضوع قائلاً: الروس أرسلوا رسائل عبر مذبحتهم في الأتارب رغم أن المنطقة مشمولة بخفض التصعيد وهم ضامنون فيه، لمن وجه هؤلاء القتلة رسائلهم عبر الأتارب؟ أعتقد أن الجواب واضح. وفي تعليق آخر، أبو علي عبد الوهاب علق غاضبا على هذا الموضوع: إذا كان الضامن التركي لا يستطيع منع الطيران الروسي الأسدي من ارتكاب مجازر ولا يستطيع منع قتال بين فصيلين على حدوده، فما هذا الضامن؟ عبد الله الأسعد علق قائلا: هل ستكون مجزرة الأتارب التي اقترفها المجرم الروسي درسا للخونة المتهافتين على سوتشي، أم أن الخيانة منزلق لا يمكن التراجع عنه؟ وفي تعليق أخير، حسام حافظ: ما معنى أن يرفض البنتاغون الإفصاح عن تسجيلات الاتصالات اللاسلكية للطائرات التي نفذت مجزرة الأتارب؟ لماذا تتسترون على الجريمة؟ وفي موضوعنا الثاني لهذا اليوم، شكلت زيارة البطريرك اللبناني بشارة الراعي حدثاً كبيراً في الوسط اللبناني والسعودي، واعتبرت تحولاً هائلاً في السياسة السعودية، إلا أن هناك عدداً كبيراً من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي نسيت الحدث وادعت منع البطريرك من ارتداء الصليب رغم ظهور عكس ذلك في صور عدة. ومن هذه التعليقات اخترنا لكم التعليق الأول. نوفل ضو علق على هذا الموضوع: إلى الكاذبين الذين يوزعون صوراً يدعون فيها أن البطريرك الراعي والمطارنة لم يضعوا صلبانهم على صدورهم في المملكة العربية السعودية، لن تتمكنوا من إلغاء المعاني التاريخية للزيارة. وفي تعليق آخر، ريما عساف: للقلقين على صليب البطريرك الراعي في السعودية، ستجدون مئات الصور له في لبنان في بكركي أو في زيارات رسمية لا يكون فيها صليبه ظاهراً، فارتاحوا. ماجد العجيب علق على هذا الموضوع: تاريخياً السعودية تستقبل غبطة البطريرك الراعي بكل حفاوة، السعودية الجديدة بلد الحضارات والثقافات. ياسر الزعاترة: البطريرك الراعي كان متطرفاً في دعم نظام بشار إلى جانب مواقفه حيال اللاجئين السوريين، هل تتأثر مواقفه بعد زيارة الرياض؟ نرجو ذلك وننتظر. وفي موضوعنا الثالث لهذا اليوم، شكل خروج المنتخب الإيطالي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم صدمة للعديد من عشاقه، سيما وأن غيابه عن كأس العالم المقبل في روسيا سيكون الأول من نوعه منذ 60 عاماً. ومن هذه التعليقات على هذا الموضوع، اخترنا لكم إبراهيم بوحميد علق على هذا الموضوع: ما عمري شفت إيطاليا بهذا المستوى السيء، حزين لأنه كأس العالم راح يفتقد النكهة الإيطالية، ولكن ممكن هالصفعة للاتحاد الإيطالي تخليهم يصححون الوضع. وفي تعليق آخر، حمد مبارك للزوير: عدم تأهل منتخب إيطاليا لكأس العالم يعكس حال الدوري الإيطالي، وعندما أصبحت المافيا تدير الرياضة سقط المنتخب والدوري. بلال كان له رأي: إيطاليا غياب الأزوري عن مونديال 2018 كسوف المونديال. وفي
آخر تعليق مازن، كأس العالم بدون بوفون بعض القصص نهايتها مؤلمة، إيطاليا تحتاج لمثل هذه الصدمة لتبني جيلا جديدا يعيدها لما كانت عليه. وفي النهاية ننتقل إلى فقرة اليوتيوب، وفيها فيديو مؤثر لطفل يرى الألوان لأول مرة في حياته، نتابع معا هذا الفيديو. Put your glasses on, son, and look around. Does it look different? Kinda. So real. That's right. A little bit. That's what I think. What colors do you see, son? I see yellow, green, purple. Purple, red, blue, and orange. And you see those colors? Take off your glasses. Is there a difference? I see all of them the same except this one looks like more brown. Brown? Yeah. And with your glasses on, does it look red? It looks quite red. What does the sky look like? أعزائي المشاهدين، ختام فقرة صفحاتكم لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة.